مية اخر 14 حاجه يا قمر جبت كده في الحته النظيفه دي عشان ما اطلعلكيش في الشقه وتقفش عليا تاني زي المره اللي فاتت. ابن اصولي يا عزوز، بس ايه العباره؟ يعني مخرجني ومقعدني في حته غاليه؟ ما اللي احنا هنقوله هنا كنا قلناه بالليل في الكباريه. لا بقى يا عنيا، انا مش نافعني كلام التخاطيف اللي عمال يمط زي الاستك رايح جاي ده. انا جبتك هنا حبه قلبي عشان اقطع واسيح. انا مش مستريحه لك يا عزوز، عايز ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده يا حبيبتي، انا رايدك على سنه الله ورسوله، وانا لحقت لا مره ولا عيل. يعني انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس. وانا بقى الجواز النمره كام بالصلاه على النبي؟ الله، هو بالنمره نجمه مصر؟ ولو بالنمره انا هريحك، انت النمره الاخرانيه اللي مفيش بعديها. وقلت الكلام بقى الحلو ده لكم واحده قبلي يا زيزو؟ الله الله الله، زيزو يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي، طالما قلت زيزو خلاص ده باسم الدلع، والدلع ده علامة الرضا زيه زي السكوت بالظبط. وانت بقى يا حبيبتي لا في لا قبلك ولا بعدك، انا جاهز اكتب عليكي وقتي لو حبيتي. يعني جاهز جاهز وقتي؟ يبقى قبل كاتب الكتاب انا ليا طلبين من العندي ومن العندي، طلب من دي وطلب من دي. الزفت اللي اسمه سوكا ده قلب عليا، وانا ناني اللي ما يتقلبش عليها. خلاص يبقى هو كده قفل عداده معانا، الليله اخر نمره ليه في المحل. لا لا لا، مش للدرجه دي، انا برضو ما احبش قطع العيش. ده غير ان هو اللي بيسخن الصاله والزباين، انا عايزاك بس تقرصها له بس كده. عيني انت تؤمر يا قمر، ده انا هخرمها له وعلق له فيها حلق كمان. غمض العين دي واديني التانية. اهو الطلب التاني، انا عايزك تأمن لي مستقبلي وتكتب لي نص الكباريه. نص ايه؟ مالك وشك قلب كده زي اللي عنده كلب في الزحمه؟ ايه نص الكباريه؟ هو انا مش هشاركك في عيشتك؟ يبقى كله شرك. واكتب لك ليه يا داني؟ الله يا بنت الحلال، لما هنتجوز هيبقى كله ملكك وبتاعك، ده انا نفسي بشحمي ولحمي هبقى بتاعك. ننصص ليه يا ناني؟ اللي اوله شرط اخره كشاف يا عنيا، وده شرطي. وقت ما تبقى جاهز وتقول امين اقول لك زوجتك نفسي. سلام يا زيزو. وانت يا امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعنا باهي برشه. ايه؟ باهي برشه. انا هتبقى مشكلتي معاك في العربي على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك؟ نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل بصيت لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وير از مستر اندرو؟ لا يا شيخ ما فهمتش انا، تعالى. صباح الفل، قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم، شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي، سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه؟ قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. We come to help you and we have something for you. For me? خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لا مؤاخذه علم عليك في المازه وطلع منك مليون ونص يورو؟ مروان ابو عرب cheated you and took from you 1.5 مليون يورو. That's correct. How did you know? قول له ان كبداك يعرف الكفته لا مؤاخذه. الكفته؟ يا امير الكفته يا امير، في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفته وانه راجل وجدع و100 100. He knows everything. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. He will return all your money. How؟ فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبه. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟ ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السوداء دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that? شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعدين. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي، بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونيه. لا قانونيه، لا بص بقى في دي وانت بتترجم له، ها برق له برق له كده وقول له ان كبداكي مالوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت؟ يلا يا امير يلا.
يلا. الو سندس بتسلم عليك كتير، بتقول لي جمالات وحشاني، عاوزك تعمل بيض لسعد. حبيبتي يا سندس وحشتني قوي. هايدي ان شاء الله كلها كم يوم وهتبقي معانا. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. علاء هو اللي سهل لنا امر الزياره دي، هو اللي عمل الاجراءات وقام بكل حاجه. ايه صح، ساعدنا كتير. بعدين يا راجل ما تحسش انه ظابط خالص، تحس انه دكتور، ودكتور سنان كمان. نادر اتصل بيا وقال لي ان عنده محامي اسمه هاني هيبعتهولك يحضر القضيه ويحضر التحقيقات، وهيفضل كده بالتليفون ويبلغه لحد ما يجي. انا خلاص يا بابي مش قادره اصدق حد، انا تعبت من البهدله دي وعايز اخرج باي شكل. عايز اقول لك حاجه، كوريا كلمتني بالتليفون وقالت اخالي الغربه قرصاني، بس انا مستحمله كل ده عشان خاطر هيدا هانم. ربنا يجعل الحل على يدها ان شاء الله. وحشتني المجنونه، بتحبك كتير. وانا كمان بحبها، يا رب بقى كده ترجع بالسلامه ونخلص من القرف ده. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقولهولي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني، طب ما انا اقول لك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات، اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم، وبعدين ايه لازمته البودي جاردات؟ ما احنا ماشيين اهو في الشارع وزي الفل، مفيش اي حاجه. يعني ايه مفيش حاجه يا نجوان؟ احنا وضعنا دلوقتي مش زي الاول، احنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البودي جاردات دول ايمج، وانا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الايمج ده. مشروع ايه يعني؟ معقول يا باشا تشيلوا بنفسكوا وكبدكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداك، انت عرفت منين يا دي ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداك. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب، اللي طيب، انت عاوزه. طيب خلاص هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك شغلك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. دم يا. يلا بينا. اوعى وسع يا نادر، انت عارف انا قد ايه بحترمك وبقدرك، بس انا بقى يا اخي في حاجه محيراني جدا، ازاي انت متخيل ان واحده زي كوريا دي تعرف تضحك على واحد زي مروان؟ اسمع يا عماد، انا عارف ان كوريا فيها مليون عيب، لكن فيها ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لو دخل حسابها 50 مليون دولار مش هتفكر لحظه واحده انها تسرق مليون منهم. يا حبيبي ما هم عمرهم ما يخشوا حسابها بطريقتها واسلوبها دول. عماد، كوريا بالنسبه لي جزء مهم من الخطه، بس مش هي كل حاجه. اسمع خليك انت بس معاهم